هنا القاهرة، نفذت قواتنا الجوية مهامها بنجاح، وأصابت مواقع العدو بإصابات مباشرة، وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة عدا طائرة واحدة. هنا القاهرة. بعد سيطرة القوات الجوية على السماء، أتى دور سلاح المدفعية ليوثق بصمته على أرض المعركة. نفذت المدفعية التمهيد النيراني في مهمة استغرقت 55 دقيقة باستخدام 2000 مدفع. بواسطتها دمرت نقاط حصينة على امتداد خط بارليف، وشل أي هجوم قد يعوق عبور قوات المشاة للمانع المائي. بعد ما رجعت الطيران بدأ التمهيد النيراني. التمهيد النيراني ده 53 دقيقة اشترك فيه 2000 مدفع. كان دور سلاح المدفعية تمهيد للقوات اللي هتعدي المشاة، بنجهز لها الأرض بتاعتها قدامها عشان ما يبقاش في أي عقبة قدامهم لغاية لما يطلع الناحية التانية فوق الساتر الترابي ومفيش حد يتعرض ليه. وبعدين في أهداف خلفية، مرابط مدفعية، أماكن مرابط دبابات، مصاطب دبابات، أي أهداف كانت موجودة في التوقيت اللي احنا عدينا فيه كنا مشتبكين معاها. إنما أثناء التمهيد النيران كل الأهداف دي تم ضربها. طلقات بتطلع بسرعة جدا لأن ما فيش تدوين على الهدف، عندك الهدف وعندك أجهزة اللي جايبالك مساحته بالظبط ومكانه بالظبط، وبتربط البيانات اللي انت مسجلاها، مدفع 130 ملي وبيضرب الهاوزر 122 وبيضرب الصواريخ اللي هي بتشوفوها اللي بتطلع 30 صاروخ 40 صاروخ ورا بعض ورا بعض ورا بعض. المدفعية ضربت ساعة لخمس دقايق، 2000 مدفع عاملين ستارة في نص الجبهة في المقدمة علشان أمنع الدبابات تيجي وعشان أخوف العساكر اللي في النقاط الحصينة يلبك تحت على مجيله، منهجة أخلص عليه يعني. بس وأنا بعدي وأنا في أضعف توقيت يبقى بعيد عني، المدفعية كانت بتحميني في التوقيت. نسانو بتوعد مخلقة قدامنا لإزي كيفا كلو عينو ما مخويا ولفتا اتكلنو بهתקפת تلي شمل ושני טנקים נפגעו במכה הראשונה, נפצעו שם החבר'ה שלנו. נתנו מיד על הטנקים האלו, חילצנו את הפצוע הקשה הזה ואספנו את הפצועים תחת אש השמלים שעוד המשיכו לראות אינו אבל לא פגעו. איזה סבך, איפה הם הסתכלו? זה היה סבך קרוב מאוד, נדמה לי זה היה סביבות...